مرحبا بكم. صفحة 65 من كتاب باركور فرونسي، ثالثة عام كوليجيال، سنة ثالثة إعدادي، تسعة أساسي، إيفالياسيون وميدياسيون إي سوتيان، تقويم المعالجة والدعم، لونغ. نشوفوا اليوم لا لونغ، اللغة. Premièrement, je repère le pronom personnel que le journaliste emploie pour s'adresser à l'invité. D'abord, les tissus sahafimal, Monsieur Caro, le professeur Caro. Et l'emploi, le vous de politesse. Tissus le vous de politesse. Je justifie l'emploi de ce pronom personnel. نعلل الاستعمال ديال هذا البرونون فو، علاش كنسمى هذا الفو ديال البوليتيس ديال الاحترام والتقدير. دونك غلاسيون بروفيسيونيل، لان هناك علاقه مهنيه ادمنستراتيف اداريه او رسميه، كنقولوا لان هناك علاقه رسميه. جونتور لو مو انتري دون لي ليست سويفونت، ندور على الكلمه الداخله من بين هاد لي ليست A, B, C, D. On a la liste à incendie, parc, feu, catastrophe. Incendie, harik, parc, montaise, feu, l'afia, catastrophe, carita. Then, le kelma li ma katintamish had la liste, hiya parc, montaise. Forêt, bois, jungle, plage. Forêt, hiya l'ghaba, bois, kadarik, nqsdou biha l'ghaba. La jungle, hiya kadarik, l'ghaba, plage. شاطئ. إذن هو الانتري. أباطاج، أغريكولتور، ديبوازمون، ديستركسيون. إذن هاد الأباطاج و ديبوازمون ديستركسيون التلاتة عندهم علاقة بالتدمير. فلاحة نو، أغريكولتور سي الانتري. ديتخوير، صوفي، سوفغاردي، بروتيجي. ديتخوير تدمير، صوفي أنقذ، سوفغاردي حفاظ أو حافظة، بروتيجي حماية. دونك لانتخي هو ديتخوير تدمير. ثالثة كيسيون، إين أسوسياسيون بور لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون انفيت لو بروفيسور كارو أ أنيمي إين أكتيفيتي كو لوي ديغاتيل كو لوي ديغاتيل. إذا واحد الجمعية ديال حماية البيئة عرضات على البروفيسور كارو باش ينشط نشاط، شنو تقول ليه باش تعرض عليه؟ إذا غادي نستعملو ليكسبرسيون بور انفيتي كيلكان، يعني باش نعرضو على واحد الشخصية ولا إطار محترم، كنقولو فو نو فوري تيلمون بليزير سي فو أكسبتي نوتر انفيتاسيون. إذا غادي نستعملو هاد ليكسبرسيون باش نعرضو عليه، فو نو فوري تيلمون بليزير سي فو أكسبتي نوتر انفيتاسيون. S'il accepte l'invitation, que dira-t-il? Il a قبل شنو يقول؟ نعم بكل سرور. Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. Si s'il refuse gentiment, que dira-t-il? Il a refusé شنو يقول؟ يعني يقول مثلا نشكركم بزاف على هاد الدواء ولكن انا مشغول بزاف. Donc je vous remercie beaucoup pour cette invitation, mais je suis très occupé. Je suis très occupé. Numéro. Écrit, تعبير الكتابي. Un sujet au choix. D'abord, on a dit واحد من هاد لي سوجي. Sujet numéro 1. Sujet numéro 2. Je rédige une lettre pour inviter le professeur Caro à animer un débat dans mon collège. دا في السوجي الاول غادي تكتب واحد الرساله باش تعرض على الاستاذ كارو باش ينشط حوار في الكوليج ديالنا. زعما باش ينشط حوار غادي نستعملو ان لاتر دانفيتاسيون، رسالات دعوه. سوجي نوميرو 2، جو ريديج ان لاتر ادريسي او ديريكتور ريجونال بور لانفيتي ا اسيستي او ديبا كي اورا ليو دون مون كوليج. غادي تكتب واحد الرساله للمدير الجهوي باش تعرض عليه يشارك حوار غادي يكون في الكوليج ديالنا. دونك هاد لي دو لتر سو سون دي لتر كونفونسيونيل، رسائل إدارية. إذا غادي نختارو سيجي نوميرو 1، نكتبو اون لتر دانفيتاسيون. دونك خصنا نذكرو بدوك العناصر التمنية اللي كيكونو في لا لتر دانفيتاسيون،
Quelle est la date? Rabat, le 28 novembre 2023. Maintenant, les coordonnées du destinataire. Ali Oulhaj, élève de la troisième année, timide fait Telta Edadi, du collège Elbiat, Rabat. هنا لي كوردوني دي ديستيناتير معلومات المرسل إليه أمسيو لو بروفيسور كارو إلى السيد الأستاذ كارو دو لانفي لانفي كنقصدو بها هنايا ليكول لابريفياسيون ديال ليكول ناسيونال فورستيير دانجينيور سالي لابريفياسيون ديال لانفي هو ايكول ناسيونال فورستيير دانجينيور يعني المدرسة الوطنية للغابات والمهندسين صالي في مدينة سلا كيتبعو لوبجي لوبجي سي تري امبورطون موضوع الانفيتاسيون دعوة رسالة دعوة ثم مسيو لو بروفيسور هادي هي لا فورمول دابيل لا كاع ما تقدر دير مسيو لو بروفيسور ولا مسيو لو ديريكتور تكتب غير مسيو دي فيركول مسيو لو بروفيسور هذه هي لا فورمول دابيل ثم كيتبعوا ثلاثه د الفقرات اللي كيكونوا في لو كور دو لا لتر هادو هما ثلاثه د الفقرات اللي كيكونوا في لو كور دو لا لتر كنقراهم لو 30 ديسمبر دو لاني اون كور يعني في 30 جانفير في هاد السنه الجاريه مون كوليج اورغانيزرا ان ديبا ايكولوجيك الكوليج ديالي غادي ينظم واحد اللقاء بيئي À cette occasion, j'ai le plaisir de vous inviter pour animer cette manifestation qui se tiendra dans la salle d'informatique de mon établissement à partir de 10h du matin. يعني بهذه المناسبة كنعرض عليك باش تنشط لينا هذه التظاهرة فين غادي نذكر المكان والزمان اللي غادي تكون في قاعة المعلوميات ديال المؤسسة ديالي ابتداء من الساعة 10 صباحا لان هاد هادو هما المعلومات اللي كنقدم في الفقره الاولى ندوزو للفقره الثانيه نمروا للفقره الثانيه جو كونت سور فوتر بريزونس اون طونك بروفيسور على ليكول ناسيونال فورستيير دانجينيور بور لانيماسيون اي لا بريزونطاسيون دو ليكسبوزي سور لي ريسك دو ريشوفمون كليماتيك دو نوتر بي. اذا انت كاستاذ في المدرسه الوطنيه للغابات والمهندسين يعني أنت كأستاذ في مدرسة في المدرسة الوطنية للغابات والمهندسين جو كونت سور فوتر بريزونس. إذا كنعرضو عليك باش يعني تنشط لينا وتقدم لينا واحد ليكسبوزي كنعرضو عليك بور لانيماسيون اي لا بريزونطاسيون دان ليكسبوزي سور لي ريسك دو ريشوفمون كليماتيك دو نوتر بي. اللي كنعرضو عليك باش تنشط لينا وتقدم لينا واحد العرض حول مخاطر ديال الاحتباس الحراري في البلاد ديالنا. دونك جو كونت سيغ فوطخ بريزونس اون طونك بروفيسور على ليكول ناسيونال فورستيير دانجينيور بور لانيماسيون اي لا بريزونطاسيون دان ليكسبوزي سيغ لي ريسك دو ريشوفمون كليماتيك دو نوتخ بيي. اذا هادشي في الفقرة الثانية يعني دير سو كو لون اتون دو لانتيرفونون يعني شنو غادي يدير شنو كنتظروا من هاد المتدخل باش يديروا في اللي غنعرض عليه. J'aurai l'honneur de vous accueillir et vous prie de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courrier suivant ali.oulhaj@gmail.com avant le 20 décembre. غادي يكون عندي الشرف لاستقبالكم وكنطلب منكم تاكدوا لينا المشاركه ديالكم عبر البريد الالكتروني هذا هو البريد الإلكتروني قبل 20 دو جانفير. إذا هنا دوموند دو كونفيرماسيون في هاد الفقرة الثالثة كنديرو فيها لا دوموند دو كونفيرماسيون طلب يعني التأكيد تأكيد المشاركة طلب تأكيد المشاركة. من بعد كيتبعو يعني عبارة التقدير والاحترام. Dans l'attente d'une réponse favorable, veuillez, monsieur le professeur, accepter mes salutations distinguées.
إذن هذه هي لا فورميل دو بوليتيس اللي كتجي في الأخير. وأخيرا لا سيناتور دو ألي سيناتور. دونك فوالا سي لا فان دو لا باج 65. ميرسي بور فوتر أتونسيون.